هننتقل لقضية تانية ومختلفة وفيها كلام كتير جدا، ولكن نشوف الأول فكرة الحكم اللي صدر من المحكمة المصرية فيما قبل فيما يخص لو جاردير وعلاقتها بالكاف. صدر بيان من الكاف بيتكلم يا أحمد عن فكرة إن الكاف بيعلق تعاقده أو بيفسخه أيا كان هياخد إجراءاته القانونية مع لو جاردير بعد شراكة مستمرة لما يقرب من 20 سنة. الأهم في الموضوع، وكان أعتقد العقد حتى 2028 بالظبط، الأهم في الموضوع إن القرار جاء استنادا لحاجتين: حكم المحكمة الاقتصادية المصرية اللي كان بيعلق على ما يخص سياسات الاحتكارية الخاصة بتعاقد الكاف ولو جاردير، واتكلم ان المحكمة المصرية على فكرة يا جماعة غير قبل كده غرمت عيسى حياته 500 مليون جنيه نتيجة هذه التعاقدات، وكانت الاحكام طبعا لا تسري عليه، ولكن المحكمة المصرية قدمت موقف مهم جدا كان بيحرك الماء الراكد من بدري، ولكن اللي حرك الماء الراكد اكتر هي تصريحات عمرو فهمي. هنرجع للتصريحات اللي بتكشف احداث كتير جدا نتج عنها الموضوع ده. عمرو فهمي قال الازمه الحاليه في نسبه ال 20% التي تحصل عليها مصر من عائدات البث التلفزيوني وهي 45 مليون دولار، ده كان مجمل قيمه التعاقد الخاص ببطوله امم افريقيا الماضيه، وهو نفس المبلغ منذ عام 2017 على الرغم من زيادة المنتخبات من 16 ل 24 وما ترتب عليه من زيادة المباريات، ورغم ذلك العائد لم يزيد. كان شايف عمرو فهمي ان مفترض ان العائد يصل 100 مليون دولار، وهو صرح وقتها بالرقم ده. الأهم يا جماعة في الموضوع هو دور شخص مصري في كشف الفساد ده او كشف الخطأ ده. عمرو فهمي قال في مداخلة مع عمرو أديب ان هو في اطار مؤتمر مكافحة الفساد في افريقيا واللي الدولة المصرية كان لها دور هام فيه جدا، تحدث مع الدولة المصرية واخطرهم بطبيعة الامر، والدولة المصرية اشارت عليه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لكشف الامر، وصحيفة الماركة الاسبانية تبنت قضية عمرو فهمي ووقتها سندته وبقوة وتحدثت في الموضوع عشان يأتي القرار النهاردة في ترسيخ لمبدأ ان عمرو فهمي كان بيتكلم في حاجة في منتهى الاحترام وموقف عظيم جدا. انا من مكاني ارفع لك القبعة واشكرك، وبنحيي عمرو فهمي على الموقف العظيم ده. بالتأكيد، واعتقد بعض الاعلام وقتها خرج انتقد عمرو فهمي وكان بانه طبعا اهلاوي، والكلام اللي اتقال ده طبعا اعتقد موقف عمرو فهمي النهاردة هو في منتهى القوة، وهو اللي كشف الموضوع ده من بدري جدا.